نبدأ إيه نحريشتي بردمان تيم بكوركينا تودد كان داوانيو ميل كستوى تشوكتان بكسور دواد برامجكا كالين تدد وينها واد كداوان ترتين عاديين حداحان وقلي ساقويد إنكا إيمان أي استوديو غردحي كالسن تي في أسياتي برامجكان وان فصح كقلي أنيق عبداللهيحان و برامجكس كسور دبرده وحاد الله هاي مركلي كولان تيوين أكسن برامجكو حان نغو ترقل لينا نكو سوق آدنو وحيابها برشدة سومالي ده ميل كستوى جيسكا أفريكا إيه دوني ده بكتشوغان آن نكو سوق آدنو وانا صوبتا آن نو برامجكو وغو بحيني كالينتا ددوينها وان نغو ترقل لينا نكو قادا دينو وحيابها سامية حدبا برشدة سومالي ده يدو آن نان برامجكو نو يلينين حدود حسياتي وغيبهان بو آن نكو سوق آدنينو برشدة سومالي ده ميل كتشوكتا دوني ده إيه جيسكا أفريكا تدبات كان برامجكا وأن يكون هناك أي شيء ديسمبر يقول لك أن هناك أي شيء يقول لك أن هناك سوق يقول لك أن هناك شيء 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 يقول لك أن كونسغال بقولي تضبي إيه تضباطنكي حرني مادا كهلاي دالكا فرانسيسكا ودال أي ديجينيهين قوميادة وغبادني أي تاي قوميادة صوماليدا سيدو كلانا يكونو ليهين قوميادة ليراهدو هيداهان وإسحيغان إيه ليراهدو عنفرطا إيو داد آد أو تيرير أو كسوغان عاسيمة ديدا جمهوريد جمهوريد داسي جبوتي أو أسر كوغونا أيهين عرب هزياتي waxaan ogsoonahay in Djibouti ay Soomaali oo dhan u tirsato inuu yahay dal Soomaalidu ay tirsato oo Soomaalidu ay leedahay amaba bulshada Soomaalidu wadan dalka reer Djibouti hase ahaatee inkastoo Djibouti ay tahay dal madax banaan waxa arinta ugu xiisaha badan tahay in dalkaasi ilaa iyo sanadkii 1977-kii markii uu xornimada qaatay uu maray oo kaliya laba madaxweyne in dalkaasi أي كتاليان أما بأي صومران مدحونيه حلقي حرنمديك بعدي الله هو نحرستي و قوليد أبتدون إيو بدل كيسة أو قلي إسماعيل عمر قيلي وقت فوق أو هاتا ناكو سغال بقوليو سغال إيا سغاشكي ومدو كرسي من إلا إيو محاكو راضاي تضبية تمسا نضوط أي إسماعيل عمر قيلي ويهي مدحونيها دلكا جيبوتي وحجري دورشوين إيو لولان دحمري حسبي دي كالدوان إيه دلكاسي جبوتي أو حسبي غوغو وينا ويحايكان وهاتن هقاميو إسماعيل عمر قيلي وحازي أي دودو دالتي إن إسماعيل عمر قيلي لغو تلمامي حكومة دا إن أي تاهي ميد آن أوفر فرنين حنان كاتن مغراد ديغا إيه بدلي كرا إن مددا دير آن إيه جبوتي نقطين ميد يلاتا أو كليا laba madaxweyne ilaa iyo sanadkii 77-kii markii ay xornimada heshay ama loo aqoonsaday dal sidiisa u madax bannaan oo leh xuduudadiisa cayiman. Haddaba, 77-kan waxa uu Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha dalka Djibouti uu sheegay in uu ka jawaabay baaq uu sheegay in ay soo jeediyeen dadka reer Djibouti oo la xiriira in uu talada dalka sii hayo. Sidaas awgeedna, doorashada la filayo sanadka dambe inay dhacdo وشرحان يهي مركله ومر صدحات إيه مر أفراد إيه مركله أو مدحوين إسماعيل عمر قيلي ودون يو إن أو إساو تلادة دالكا سيهايو سيدا وشيغي أو أي طلبادين دادك ريجبوتي هادبا هادالكي أو بيامي أي نقاضا ديجي دونا دادك ريجبوتي أركتي نوع ميكا قبان إيه سدو كلاني برشادة صومالي دو دبعان فاليسا قودهان بسياسة دو صومالي دو إيه غلفتو دو سيدباي أو أركان وفرصاد إذين بنان وكالين تيني وحين يجدو نمركو غور إساة دبا إسماعيل عمر قيلي سدو شرحي كجوابيستو شيغي دوان أما بابشي تطباد إنا صور دافطي ما رايسو سو بحسميين ددوين كميدا ددك الريج بوتي ولي بوحا حسيد مدن سدى بانجيغا أدونك وكو قياسي تيراد الرسميغي دلك جبوتي بلشديسو وحالاو قياسي سيديد بغول إيو محاكو رادا سيديد بغولو كن وإن كير هل مليون وقف وضل آد وير داد كيسونا أي آد وتيريريهين بس تيرادة صوب حضي إيه تيرادة داد كجبوتي كل يوه
واي كلا بدينهين بس ها إنه أجمع اسمع العمر قيل له يوحى وكش الرحي جوابيسته وسميه إن وكذا جوابيه باقي اسمه إنقار كترسن تذكر جبوتي وعاصمة ذلك هذه جبوتي يسوق صوب بحي مر وذلك دبدي يسوق مغنا أيك يسوق دويين واتن أنا يسوق صار نغنا كديمنا وحنو قال ديك دورنا أرحم حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبوتي أيم تاو عنده كدي لبوكسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال دويلة دلك دلكينا ير يوين هوين يرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشي نوفمبر كودي دي يتضبط في كوحي جيبا وحا أهدلكي أنك أدعي وحا أي عرض أه وأرين أنا ولي دلكي أنك أدعين وأهيد تدويني إسكو صباحي إدرتي أني جرين حزبي وياري أنو جرين أيو إسحاق أمي أيو جعليستي إناي رابطان كوغا الشيغان أرنتاسي تعجب وين أيه قلسي أدوكا إيه دلكينا وحينا حبار سنيد فرين أنيغا إيقوه جهن أنيغا اللي إيقوه دينا يو سؤال أما لإيشيغي الرابطان وحدي أرنكاس إيان جعلها إيمانتا إنا كهلو مركا عن حالة ودن كينا أكور غلي مركا عن قياسي الرابطان كينو هلك وجوه مركا عن جلع دي حالة دل كينا يو تقبل كأن كجر وحا أن وأن صدي إن أن تلغى الله صارو إلهي أن سكوحي نو ربيتان كاد الويدوين هنا إنان مركلي أن يالو هجان كدالكا سيدي أنوقمان له أو أن هاوشا أسي ودي له نن إبكا آدي برانيسان ميهي نن سلطد أما مدحنمو جعيل أي حيسينا نن أهين واد قرانيسان وحا أن جعلهي وقرهاتي إن أن سيدي أن هرب أوشي إن أن نفتي ده أنو هبيه دالكيغا إن أن وحكا استباها إيغو سيغاني إن أن هدنا أن إلاهدو وان إدين هول غاليا وان إدين أديغيا دالكينا نو أديغيا مستقبل كيسا نو أديغيا سيدي أن إنتا سندود إن هوشا إي إغمتين أن مري أن وصو شقي وحا أن إسلايا دلك واحد جارسي سمال وناكسن وحن لي هي وحن اسلي داعد يا اخلاص ايان دلك وشق اي سبان اسلي هي هاجر لي يا دوشق اي سبان اسلي هي هر عمر يا جارسي سبان اسلي وحي نغا قبيا امكا ان ان هدي اي حق الهي كنقط أو عدكينا أما أد سناديق دا نرارت اللي اسكو صوبحي أد سيدي أدو صوبحدين يسي كوي أد كو تستان إن أد ددوينهن ورابطان كيسي حقيجي بعون الله وتوفيقه مر مركز طبع وحاان لا يهي تاسي وحي كانسا إن أي قوستان كوا دلكي إنه فرديد هذا الدونية
هو دلكينا عن الخير وسو سدين هو جعل إن عن دتك وجودن بينه هو علنكينه أما سمعدينه أما ونجين ودبي أردن يكون أديجي هل كان وجود أديجي وحي يعني نتيجة أي كقصة إن أي هل كان كسر بحده هوشين ويان دتويلو إن إن شاء الله تعالى وحان دم أنا وجاك إنسان إن نقول إنسانينه بل كأنه هن ولاده شعبي هنا عظيم كي هنا هن ولاده السلام عليكم واتهي ورحمة الله واتهي كاس وحوها مدحوينها جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله أو سيدا الدوري سين بشيغي إنو كتشوابي وسيدا وهذا القول دقاية عطسيقي يباقي كيبيد دادكي يسكو صوبحي magalada jabuuti ee sheegay inuu xilka sii hayo hadaba waxay iswaydiin la ismaan umar geelle dadisu waa misajir maadaama sanadkii 1999 ilaa iyo haatan uu xukunka dalkaasi hayo jabuuti ma yahay oo kaliya ninka wadi kara ree jabuuti se ma leeyihiin cid bedeli karta madaxweyne ismaaciil umar geelle sida uu sheegayna dadweyne isku soo baxay ay sheegeen in ay yihiin kuwa u arka inuu yahay ninka ay doonayaan inuu sii wado bishii shanaad ee sideedii sanadkii 1999 ayaa xilka uu la wareegay markii uu dhintay Allah u naxariistay Xasan Guuleed Abtidoon oo isaguna qabtay dalkaasi Jabuuti madax banaanidiisii markii uu helay bishii lixaad sanadkii 1977 Jabuuti sida bangiga adduunku sheegay waxa ay tiradiisu ka yar tahay 1 milyan waxaana ay waliba ka sii yar tahay 900,000 oo qof waa bangiga adduunku warbixintii tirakoobka uu sameeyey sanadkii 2013 muddo ku siman ilaa iyo 2 sano ka hor waa dal aada u yar hase yaatee waa dal ay ku raagtay madaxtinimo qoys keliya lagu tilmaamo inuu ka soo jeedo hadaba khadka telefoonka ayaan idiin furi doonaa inaad ka qayb qaadataan barnaamijkan waxaa sii xusuus mudan in barnaamijkan uu ka reeban yahay wixii fadeexad iyo aflagaada waxaynu ku naaqashaynaa waa xaaladda hoggaanka dalka jamhuuriyadda Jabuuti oo Ismaaciil Cumar Geelle sheegay inuu yahay musharax kale oo sida uu sheegayna uu yahay mid la dalbaday inuu sii joogo haddaad reer Jabuuti tahay sida u aragta arrintaasi ma ku qanacsan tahay ma ka soo horjeedaa mise waxaad u aragtaaba wax aan isbedel ka iman karin dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu daadiisu ay lagu qiyaasay inay tahay 86 jir waxaana uu ku dhashay isagu dhinaca dalka Itoobiya waa magaalada Dirdhaba ayaa la sheegay inuu ku dhashay Ismaaciil Cumar Geelle waa madaxweyne muddo dheer hayay xilka sidan horeba uu sheegay ilaa iyo sanadkii 1999 waxaana uu dalkaasi Jabuuti madax banaanida kala wareegay waa madaxweynihii hore ee ugu horeeyay ee koobaad ee Jabuuti yeelato Allah u naxariistay Xasan Guuleed Abtidoon Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu dhashay oo magaalada Dirdhaba ku dhashay bishii November 1974 isagoo da'diisana ay noqonayso 86 jir waa aabo qoys leh caruur leh isla markaasina madaxweyne ka dalka Jabuuti ilaa iyo sanadkii 1999 mucaaradka dalka Jabuuti waxaa lagu qiyaasay inuu yahay mucaaradka ugu daciifsan ee ka jira madaqada geeska Afrika xisbiyada leh mana laha fursado ay ku soo bandhigaan aragtiyahooda iyo fikradaha ay ka qabaan dhinaca hoggaanka dalkaasi Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle dhanka kale waxa uu noqday madaxweynihii ugu mudnaa ee helay fursadii ugu weyneyd ee dalkiisa aadka u yar uu ku horumariyo isagoo siyaasadihii adduunka ee isbedelay uu kaga faa'iidaystay sida la macaamilka wadamada wadda militariga leh ee sida dalka Maraykanka iyo wadamada kale ee aadka u badan waxaana dalka Maraykanku uu ku leeyahay dalka Jabuuti xerada militari ee keliya ee qaaradda Afrika ay ku leeyihiin waxaa sidoo kale dalka Jaynuhu sheegay toddobaadkan in uu dhisi doono xeradii ugu weyneyd ee dhinaca ciidamada badda ee dalkaasi
shiinuhu uu ku yeesho jamhuuriyadda Djibouti sidoo kale dalka Djibouti waxa ay ilaaqaadkiisu liitaan isla markaasina ay iska hor yimaadeen wadamada Imaaraadka Carabta iyo Saudi Arabia oo aanay sidii hore ahayn iyadoo arrimuhu la xiriiraan khilaafkii ka yimid dekeddii la ballaariyay ee dalkaasi Djibouti ee ay la wareegtay Dubai World ama shirkadda dekedaha ee dalkaasi Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle inkastoo uu yahay madaxweyne la doortay haddana ma jiro mucaarid la barbardhigi kara iyagoo mucaaridkuna san sheegayba aan haysanin fursado ay kaga hadlaan arrimahan dalka Jamhuuriyadda Djibouti ee ka jira hadaba khadka telefoonka waa idin furan yahay oo aad ka hadli kartaan barnaamijkana waa barnaamij si toos ah oo idin ka imanaya studio-ga Kelsen TV ee magaalada London waxa barnaamijka aad idin xusuusinaya in uu ka maqan yahay wixii aflagaado iyo wixii maxaa ku raadahay wuxuu dhimaya karaamada iyo sharafta uu inaga mudan yahay Ismaaciil Cumar Geelle haasaate waxa noo furan in aynu ka hadalno arrimaha siyaasadda ee dalkaasi Jamhuuriyadda Djibouti maadaama barnaamijkan uu yahay barnaamijka kaalinta dadweynaha khadka telefoonka qofkii ugu horreeyay ayaa ku jira waxaase leeyahay qadar iyo raallihow goodho ay wada soo geli doontaa iyadoo sidoo kalena uu farsamay qaanku ka qori doono magacaaga iyo halka aad ka soo hadlayso qof kasta oo soo hadlana waxaan xusuusinayaa inuu magaciisa u sheego ninka farsamada uu magaciisa sheegi doona sheegi doontaan iisana gudbin doona haddii aan la yidhaahdo waatay waxaa khadka telefoonka nasiib u yeeshay Cabdiraxmaan oo kasoo hadlaya dalka Sweden Cabdiraxmaan kusoo dhowo waa la socotaa barnaamijka walla saada walaal waa isoo dhowo maxaa raygaagu yahay maxay kula tahay arrintan xaaladda Djibouti iyo doorashadii ahayd raygaygu aniga wuxuu yahay horta mayhi aanu reer Djibouti in reer Soomaaliya baanahay waa isoo dhowo laakiin fikir ahaantan anigu barnaamijka waa la socday shakhsi ahaantayda fikradda aan qabaa waxay tahay in aanay wanaagsanayn xukunka keligii taliyanimadii kumana raacsani waxaan rajaynayaa in la dardar geliyo xubnaha mucaaridiinta anig kaas waa fikirkayga waase marka mucaaridka marka haddii aanay Ismaaciil Cumar Geelle sida uu sheegay dadku doonayaan taayada laftigeeda ka war taasina waa mid gaar haday dadku rabaan waa ku raacsanay waatay marka adigu waxaad eegaysaa wad leedahay in marka dadku raacsanaanta lafteeda iyo iyo in Ismaaciil sii joogo ma dictatornimo noqonaysaa marka ma deniyo horta deha marka si loo eega waayo haddaan dalka mucaarid jirin waxay u egtahay inay dictator keliyanimo tahay wayna ognay wadamada dictatornimadu ka dambeeyeen siday ku dambeeyeen waatay waatay aad iyo aad baad maasan tahay waan kaaga mahadnaqayaa barnaamijkan sidaan hore u sheegay barnaamij si toosa idinka imanaya Kelsen TV studio-ga sadexe magaalada London dadweynaha waatay khadka telefoonka waxaa ku jirta Khadiija oo kasoo hadlaysa sida sheegtay Soomaaliya inkastoo inaanu sheegin meesha ay kasoo hadlayso Khadiija kusoo dhawo barnaamijkan kulay muqdishad kasoo hadlaysa waay Khadiija waad la socotaan manaa barnaamijka waxaanu kaga hadlaynaa waa Jamhuuriyadda Djibouti waay Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Djibouti ba oran karnay waa aabihii umadda Soomaaliyeed horta way Djibouti keliya maaha annagu aad buu noo yahay waatay waxa weeye hadduu qofku wax wanaagsan qabto madaxweynena yahay waxa wanaagsan inaan la tuurine la soo ceshado si uu kugu dhameeyo wadanka wax wanaagsan ugu sii qabto wadada uu bilaabay inuu dhamaystiro waatay marka aad baan ugu faraxsanahay haddii aan xilno annaga umadda Soomaaliyeed markaan ku hadlayo magaceeda inaan mar dambe aragno Ismaaciil Cumar Geelle oo madaxweyne ka ah Djibouti Soomaaliyana u aabaa waatay Khadiija ilaahay cilmiga inuu u dheereeyaan ilaahay uga bariyo caafimaad way su-aal baan jeclaynaa ku weydiiyo waana kaaga mahadnaqaya raygaaga waana waa sax weeye saa soo jeedinaysaa kulle qof liba raymi ayuu leeyahy laakiin dadka reer Djibouti oo dalka Djibouti maanta haddaad tegayso waxaad ku tegaysaa fiiso iyo baasaboor aad u qaadato marka waxay kuleeyihin dadka reer Djibouti waxaan rabnaa madaxweyne cusub iyo hogaan isbedela dadka qaarkii sheegayaan halka sidoo kalena madaxweynuhu sheegay ay jiraan dad doonaya inuu sii joogo tirada aan ku dirso sanadkii 1999 ilaa haatan ayuu madaxweynaha yahay keligii marka Djibouti maanay hogaan cusub yeelan karin iyo dhalinyaro cusub iyo jiil cusub marka baxdan maad ku jirtaa Khadiija Djibouti
ولا لا يرتبوتي واي وحان وحان قوات لين لها هنا يكتو سالقات صوماليا وحي كدعي واتي مدحوينا انو يستني وضا كنو دفيني ودوي نو دفكن نو قبو مشاريع انو نرف وراكسن مركي نو مريسي فا سيدان كوهو وشالي إن من كان نسيجو بكرو ما كان حضره ربي نسيجو بكلي جيتلي يا الله غطورا ليري واتي الله صورة محان وقصن وحبا ولا ما أنت وقت عسك سيكلي أبدا ما أنت هاي رأيك هذا نرشا واحد قلطة من الله من أنا يسكدو من دالكود أنا يسكدو دين مدحوينه وذات معيكو كالصونا لا إلا وحبا نكسن بو قصي مدحوينه كلا وحبا قبر معاي أبي أبدا ما أنت هاي مدحوينه الله سعب أبدا ما أنت هاي محان نقيا خديش وكسو هالي سيد مقالة مقدشو دالك الصوماليا عاسمة ديسة طبعا وحا خديشنا نحسسين إن الصوماليا يجبوتي أي كل حالة دوينهين كل دبدينهين كل ضلهان وينهين استمر كاسنا أي آد حالة دهو كل دوين تهي وحاكا سوها الله يخد كتلفون كتيرا أمين وكا سوها الله يدلك هولن أمين كو سولو برامجكا سيتوصا يخد كتلفون كادو كتيرتا وضوة سلطة أمين علي إسماعيل أمين وضوة سيد جيبوتي واي أمين أمين أديقو سيد قنا ودقايا وانا كو واحد لما هاد نغير وانا كو فرحسان غفري جيبوتي نصول قلو أديقو كلمة فرنسيس كانا ينغي لالين دونسي سومال لنكو دفانتو بل واحد فكر كاوي هي كسرو أني يتد كتادي ذا وحان كيا أنا يودن ككون سجال بقول تبي سجاشك واي وحان ويا أنا وحويا قولي ستو وحلا قلت الماء ولا هي ستحكمك واي درحمو تعليلان شقلان وحكستو بني آدم ك een u suurta galiye inuu ku noolaado in qura qoys qura un baa leey waay een siyaasiyiin farabadan oo damay oo inay wax ka bedelana een dawladdu jirimadeen biisatay wax jeelal ku jira wax nafta laga jiray marka aanigu asal ahaan waxaan ahay nin yemeniya waay ku dhashay waad hooyadii noo reer dirdaba waay waxaan ku sheegayaa ninkaasi wuxuu ugu kordhinay wadanka Djibouti iyo dalkiisa dad ajaaniba jinsiyadda Djibouti qaata kuyo wadanka dadkii asalka wadanka u dhashay way ka yahay waatay aad baad u mahadsantahay hadda dhaafo diktaatorkaasi adigoo mahadsan kulli yurubba joogta dimuqraadiyadana waa dareemaysaa laakiin ixtiraamkuna kama tegino ninka halkaad leedahay waa Ismaaciil Cumar Geele waa madaxweyne ah Ismaaciil wuxuu yahayba waa mujrim aad baad u mahadsantahay waan kaaga waan ka xumahay runtii barnaamijka sharci buu leeyahay ixtiraam madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele mudnaa wuxuu naga mudan yahay ixtiraam hase ahaatee waxa xor u nahay inaynu naaqishno oo aynu ka hadalno xaaladda dalka Djibouti wadal seenu sheegnay haddaan ku soo qiyaaso tusaale ahaan waxa la isku raacay in tirada degan dalka Djibouti oo dhan ay ka yartahay ama ku dhow ka aad uga yartahay tirada degan magaalada Hargeysa wadal aad u yar wadal laga yaabo inuu heli karo hoggaamo kala duwan wadal aad u degan wadal xaaladiisu aanay ahayn mid aad u xun marka loo eego madaqada geeska Afrika ee uu ku yeelo waana mid uu horumar dhinac ka sameeyay Ismaaciil Cumar Geele dhinaca horumarka hase yaatee dhinaca horumarka siyaasadda iyo furfurnaanta dalkaasi waa ta su'aashu ay ka taagan tahay waana sababta aynu doodan soo qaadanay Cabdicasiis oo ka soo hadlaya ayaa ku jira khadka telefoonka Hargeysa Cabdicasiis kusoo dhow magaalada Hargeysa ka soo hadlaysa barnaamijka kusoo dhow Maxamed Maxamed waxa salaamay waay alaykum salaam sidan uu isagu sameeyey qofkaadu wax qabanayo buuq iyo dimuqraadiyada inaan u bislaaniyo uma baahna runtii way danaadan bedeli karayo soomaaliya waatay qof wax qabtaa loo baahan yahay qof fishilaba loo baahan yahay sidaa singapore oo kale markuu nin jooga meel wadanka hore u mariyo uu dadku educationally u bislaado waa aragnimo uu yeesho markaasay dadku garan karaan cidda ay mabda ku dooranayaan
واطي مركا لكن تالفتي إذا أنك رابح قال أعطي وقتي وكل سامحين خدت كل شرط سواء ما كان لك ويدي مي أنا هاي إن دولة تالفتي إذا يمدح وين اسمعنا عمر جيل لو حكم كهي يكون سجال بقول يا سجال إيه سجاشن كي يقف كي نشي مال تاسي وحلقة من العيد ماذا خاص كا أولي هاي مدح وين اسمعنا عمر جيل مدح تويدي إلى هذا حسب جمهورية إنه كل شرط على جاي أبو عسكري هاي قف كاسي هدي ويسو تاجنا مدح وين كريه إلاي مدة ودر كاسي جبوتي لما مدح وين أقول الله ضاي اسمه هنا عهنان كسياسي جاي فكر كسياسي جاي برشدو إنه كرتو تاسع لسويدينية تايلم حد كورونا ده فكر كديبة طبعاً تلفت والله والله وحكوا الرجال إديكيشن خيالي نهاردة بدك جرات كورة كورلوس وقارو سياسة بدنا سنغافورة نبهشتي وحنفلي هدول يا فترة سنة دانا كبرنا بوشوري حتى الله أكبر هذا ما خدت في وحبرتين الدقالي خطعي ومد ومد بسان نقطة وحكرا جرمسة ويجد الدورانة يسيو political platform وتفهمي كرتا هذي أدو دائين ما ركت أي ربان إنك قبطان إن election يو يستور شو ماي إن تا واحد مود إن 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 أي أفريقيا بدن كريد واحد مود ضد إن أنا أوب بسلاين وحن لحظة وحن وح إن إنه خلاص هو نبرد وسرن كهين فك يعني واي وما بسلا دخل الديمقراطية دنا إنه بدون النحس بيدا واي تصالحان دتكين ليت كوه هان لا فكر هوك عبري لا هدول لا اسماعيل عمر قيل لي وان اوسي ديمقراطيه دورش الله غلو او اسكنستو ما دام دادي سنه اي تاي ستيدي اللي حتجر الى سنه 1999 كينا وحكم كدلك هي وحي قبطي يلو ما حد نقيو حسياته دتكاسي ما لها حرنمو اي كسو بخان او اي درون كوغو كوموجيان سيدي حكومتو اي و غليد كوي مدحوينه تاغيري marka fikirki dhismihii siyaasiga ha in bulshada geeska afrika ku nool oo somaliland oo kala joogto iyo ethiopia ee maxaa ku raaday yaman oo barbardhigto ka duwan marka hadii ismaaciil umar geeda muddo dheer soo dhisi lahaa madax cusub oo bedesha dalku xalaamisan yahay in aanu dumeen oo naxarisna galeen laakiin hadii dictator ama qof sida hada ka dhigtay uu kaliyi wali giba hayo marka isku dinta oo marka la leey jumtin ما وافق سني إنه كل جي ولجي هيو أني مقراضية دا مسبان هاي وذكرنا إيشا لكن هو حوالك سن إنه سيد مقراضية وتحدر له ومقرنا إيشا والله في سني إنه متقنا ليدر بدني كرا وهل كيسي كان بقاني كرا ودور شحر وحلالة بس هو كتير توقف كل وقف في سيارة ودك ونقل إنه بربر إن متقنا سيدي سومالي وكرا وسيرة أما سيد الدولة كل شيء جاي مركب تاسوي كتير تا إنت مقراضية الحوثية أو
dimuqraadiyad waliba afrikaan ka iska oradka maane mid laga fiirsadayo uma taqaana ninka qaban kara uu noqdo nin halkaa Ismaaciilka si aad baqaada dimuqraadiyadan halkaa laga wada adilaay taasina inuu aaminsanahay aad iyo aad baan kaaga maqnaqayaa aad baan kaaga maqnaqayaa xasan oo ka soo hadlay xasan oo aad waliba qof shakhsiyan aan isnaqaano waan kaaga maqnaqayaa kaaga mahadnaqayaa raayigaaga hase ahaatee fikir waxa la yidhi arrin kastaaba waxay leedahay laba aragtiyood waa hubaal in dadka reer Jibuuti ay qaar badan oo ka mid a oo qurbaha jooga kuwa gudaha jooga ay in badan jeceshahay in isbedel ka yimaado dalka sidoo kalena qaar ka midi waxa ay aaminsan in Ismaaciil Cumar Gale sii joogo oo dalkana sii hayo hoggaankeeda laakiin arrimaha xukunkiisa ku hoos jira iyo habka xukunkiisa u shaqeynaya ayaa inta badan farta lagu gada axmed oo kasoo hadlaya dalka UK ee khadka ku jira axmed kusoo dhawaan kulahay rayaag muxuu axmed waad ku jirtaa khadka alaykum asalaam adigoo hadalkana kor u qaaday waxaan rajaynayaa in aad fikir wanaagsan oo dee ma garanaysaa aan dilqaaf lahayn ama kusoo dhawaan kulahay salaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullah waxaan ku hadlayaa magaalada hall way halka ingiriiska way waa arrin wanaagsan arrinkan aad ka hadlaysaa way Ismaaciil Cumar Gale muddo 10 sano ah buu dalka soo hayay kabacdi heerkii dalku bedelay si uu usii joogo 5 sano dambe 5-6 sano iminka markay dhammaadeen dadkii shacabkii buu soo saaray wuxuu ihi iyo dariiqa intaad joogsataan way laakiin hadlayin dhaha way waxa weeye 20 sano okay waxaa jira dhalinyaradii reer Jibuuti meel walo ay joogaan ba way shaqalaayiin iyo wax qubaha ku naanaabay way anyway war dadka dhalinyarada ah ee dalka wax u qabanaya waa in loo qaneeyo jaanistan safaaradaha oo dhan waxay kuga odayaan fatayra fatayra baa taada refreshevan oo anagu nidhaahdaa okay oo laba safo qarataa jaroori ayaa fadhiya safaaradaha oo dhan axmed war caruurta dhalinyarada ahayd ee dadka iyo dalka waxay wiil dhalinyaro oo weli safaarada jooga lama hayo way axmed aad baad u mahadsantahay waxaan jeclaynaa su-aal ku weydiiyo dhinaca kalaa shacabka reer Jibuuti baa isku soo baxay buu madaxweynuhu yidhi iyagaa doonaya inaa sii joogo waxaan u malaynaya kelmad beenaynu inaynu ka dhowrna afka fiican ereyga been laakiin waxaanu qaadanaynaa hadalka aan soo daynay ee degaha ku maqlaysay daawatay madaxweynaha afkiisa kasoo baxday inagoo taa ixtiraamina haddaad taa ka duusho adugu maxaad ku caddaynaysaa in shacabka reer Jibuuti aanay soo wada bixin tiro midaysa tiro goon ma hayno dhinaca soo baxdana ma hayno dhinaca diidaya saxdaana ilaa hadda ma hayno laakiin arrinku wuxuu ku salaysan yahay muddada dheer ee madaxweyne axmed muddada dheer uu joogay xasan guuleed allah naxariiste kabacdi xasan guuleed kabacdi abtidoon waa madaxweynihii labaad ee bedelay oo keliya marka aad baad mahadsantahay qof kale ayaanu gudbi doonaa ra'yigiisa waan kaaga mahadnaqayaa dalka Jibuuti waxaa lagu sheegaa in sidan horeba u sheegay uu leeyahay xisbiyo mucaarida iyo sidoo kalena golo baarlamaan hase ahaatee waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin mid hal xisbi oo keliya uu meesha uu aada uga awoodroon yahay isla markaasina ay daciifna yihiin xaaladda ay ku jiraan xisbiyada waxaa hore loo sheegay in xubno xisbiyada mucaaridka ka mid a la xidhay inkastoo qaarkood lasoo daayey hase ahaatee marka laga qiyaas qaato qaabka dalka dimuqraadiyadda u dhisan tahay Ismaaciil Cumar Gale dadka qaar waxa ay leeyihiin waa uu ku guuldaraystay halka dhinaca horumarka dhismaha ka faa'iidaysiga xaaladaha siyaasadeed ee kasoo kordhay dunida iyo helista dhaqaale dalkiisa ku horumaray dhinaca dhismahana waxa uu noqday mid ku guulaystay labada arrimood iyana miisaan u leh ayay tahay su-aashu waxaa ku jira khadka cabdilaahi oo kasoo hadlaya dalka Switzerland kusoo dhawaan ku leeyahay cabdilaahi codkooda qaadado mahadsan ha walaal waan kusoo dhawaa barnaamijka magaciidu waa cabdullaahi waay cabdilaahi kusoo dhawaa Switzerland waad kasoo hadlaysa way waa maxay rayiga nagu soo kordhinaysa adigu mahadsan waqtiga inaga faa'iiday walaa kaniya waxaa iga idin kusoo kordhiyahay wuxuu yahay horta madaxweynaha Ismaaciil Cumar Gale wuu dadaalay oo madaxweynuhu wadanka wuu dhisay waxau ahaay dawn walba uu ka dhiso waad ujeedaa in ragalbeedka wadanka hadda ay ku tartamayaan way hadda marka madaxweynihii intaasoo sano markuu wadanka soo heesto kuma qorno kutub qur-aan maahan in qofkii la yidhaaho 4 sano ama 6 sano adaad joogto meesha waa lagu eriyaa muhiim
أنا فكركيه وحي لا تهاي قفكو إنه وحقبته واي واي الدورة ما بقول سنة حجيه الدورة ما قلتن سنة حجيه ولكن الشرطي وإنه وضنك وحقبته واي طلبات وحان كون شيء جاء دلين هذا هو تكتك عرر رئيسه للشيء جاء دروفها لغهم لايو ردي أنا ما كان كوح الله سيزر لانان ديقان على البرتغيز با إلك جوه إلا شغلسته برازيل باكوار كان لشغينا ودا كودا كما جرت وحان ليرا كاتور نما ما حكسه ود ودن كود سيزر لانو صغط دقان واي لكن أدوه جيبوتي حبيب من الله غي ها جيبوتي أنوان تيجا سياسة دي دمركا ديكتو دلك جيبوتي إلا يساند كي كون سغال بقولي تطبي إيه تطباتن كي وا سيديريا فرتنجير محاكرا داي قفكي داشاي استديو سدن جير aan dhaahdo استديو سدن جير weeyaan waxa laga yaaba maanta inuu yahay mid muddo dheer inuu ku cabalay yahay ama uu shaqo fiican haysto ama uu xil sare ka hayo dalka Djibouti ilaa iyo muddana laba madaxweyne qulo ay soo maray marka dhinaca fikirkii siyaasiga ee la dhisay bulshada Djibouti oo ay hesho hanaan dimuqraadi oo furfuran oo ka weeciya hababkii dumiyay dalalka dariska la taayada meena ku muuqan ها صح تقول مقتدر إن مرتيا فرصة للسيو ويوقف كعقوب بدن ويدح كتائن الحلم عن ضرر كجف فرعون حق صدح كلكا لكن صالحان مركي حسبيدو مركي يهين حسبيو أي جبر كور إيش الصاد بس أنا مخصص لسنين إن عبدي فت أي كي ما كرتا حسبي باور يعيشو كل ترتما هجاك كرسي لأنه سنة بتجليا دوي ما أنا أقول لك 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 أنا أقول ان حسن قوليد ابتدون وعمل وحيني وقوري دلكاسي جبوتي تاريخ دلقى مطغو لابد مدحويني مدحويني هورا ايو مدحويني اسماعيل عمر قلب انو كومر دلان انت جموريد جبوتي اللي راهدو هلكا اسماعيل وكل شيء مقالدة دير دبا ايضو نالوكو تلماميني تاي مقالة صوماليات او كتالا دلكاسي توبية هلكا اوسدو كلنا كل شيدين على سوماليان حيكتا اما حيليقي سوماليان بريتش بروتكتوري وكل شيء مدحويني هوري جبوتي حسن إلا يهد مجرو مدحوينة جبوتي أو جمهوريد جبوتي كل شيء قده هيدا أو أما با حكم كقبطي مركز لغي ما دور لنا رئيس الوسائر هذا ويجد انت بدن لسيو قومية دا عنفرطة حسبية دا أغم عارد سان كتالك جبوتي كتيرو وحسبية أفكا فرانسيس كمركز لسو قابي USN اللي راحضو أيا لغوش تلماما إنين حسبية دا الليد كاكوا يجيب كسور جيدا حنانكا ودلك جبوتي وشقيه خاطر تلفون كو حكو جرا عبد العزيز او كسو هذا يم غادان لندن عبد العزيز كسو دو برامج كو لسوتان ماينه كسو دو وان كولاي السلام عليكم عبد العزيز عليكم السلام سو دو جبوتي ونو كادلينا ادغو ماحسن ان ادغو ري جبوتي هذا تن ود نوشي ما حسنت او ما صدت وان دي لسوداي واي سو دو وان كولاي وان دي لسوداي وحن كوغو اوغا سومالا ناشن بريان ما وحتا كلسا واتي وبدبي بك سو ريت لبا سنه فيك سوتا وان سوتا ورياد ما صدت راليغا ولا وحن نور ربي فكرت دايره ما ركتي وحن أنا بفكر هان قاسية ده بقى متشعلي دكتاتور نمذا يو كلي تالف نمذا إسماعيل عمر قال لنا ده سلعة وحوية وانين كلي تالف سال منا وقولا إن حكم قاعد اللو ده هسيش وحن مرينا يا إن أفريقيا سيرية ده بديمقراطية ده عينه نقارنه هانا قاد كي هي ولي كم صور تجلين دين أول بعد يكتبوا مركا إسماعيل كذي ما هي وأوح ما دخل أفريقيا أورداني مارك تي هسيا شيء وح مهم كه أنا نقول على هنا ما نتحل كيد هذا وح وعي خير تبوتي أنا نقول ميه لكن سوح نقول له هذا كخير تبوتي وح يبقى هني نلي كلا دوستان استابيليتي يو ديمقراطية لكن مع العمر قديم تيجي وجاي ما دخل وقاها ماشان وح وعي نو بطن بوقتي تقال هو ذنك أيو عادي عاد هرمر وجب كاني وحفر بدن فزم وفر بدن بو كاني خنتي أنا وحوي يعني وحال الورن كروا أويس سمد عيل بيله كوي على ميل تسر هو لما تجانا مرك هريري هذا لا يقو تبودي مرك هسيلا درتين وذنك نيمك هو نقصي هاي دبعتنا وح
dadka ay ku dul burburtay dawladda Soomaaliyeed ee 25 sanadood meel ay ka soo qabtaan leey ilaa 25 sanadood ee dadka faraha waatay ku dhacaysay marka sida darteed anigu waxaan u lahaa dadka reer Jabuuti kala doorta ee madaxweynihiina iyo stability anigu waxaan u lahaa stability laakiin qodobka ilaa 5 sanadood baa u hadhay way 5 sanadood hadii lahayd ma loo doorto hay iska sii joogo hada su'aal baan ku diin lahaa ka wada hadal doonaa su'aal waxa ay ku bedelay waa rayga waa buunaagsan yahay aan kama soo horjeedo runaantii laakiin waxaan jeclaabaa inaynu daily tirnaano maadaama dhinaca adigu aad ku masaalayso hadii Ismaaciil Cumar Geel uu ka baxo meesha in nabadgelyada ray marayso kelmadda ingiriisiga isticmaasho ay stability oo ah deganaasha laakiin dhinacii dhismaha fikirka siyaasiga ee dalka Jabuuti in dadkiisa la dhiso oo si hufan oo maxaa ku raadahay wanaagsan ay xukunka u kala dhaxlaan iyagoo maraya hanaanka dimuqraadiga ee ay mar horeba qaateen ee xisbiyada faraha badan leh taa maxaa ku jabanayada hadaad sheegto ha ma way fiican tahay laakiin waxaan u maleynayaa dadku dadkeenu ama reer Jabuuti ah ama Soomaalida kale ah ama qaarada Afrika guud ahaan baa ahaatay dadku uma bisla way dimuqraadiyad one man one vote waxaan aynu inagu nidaahnaa qof waliba inuu codkiisa dhiibto dabadna hal qof marka lagu kala baxo ma garanaysaa si aan dhibaato lahayn loo wareejiyo maadaama aynan weli gaadhin standar kale ma aynan gaadhin waa inuu horeysu sheegno aad baan kaaga mahadnaqay laakiin waxaa xusid mudan inay Soomaaliland oo ay la darisiyeen lafteedu ay gaadhay oo sanadkii 2009 laba xisbi kala weydaarteen wax dhibaatayna dhicin ilaa iyo muddadaana ay haatan doorashadoodii xogeyn kastay dib u dhacday taasna way dhacday horal loo tijaabiyey Seyn Cabdulqaadir oo kasoo hadlaysa Keen Cabdulqaadir oo kasoo hadlaysa Minnesota kusoo dhawaan kulay meeshaad Minnesota kasoo hadlaysa maad sheegin kusoo dhawaan kulay Seyn TV-ga adiga dhegeysanaysa Keen waxaan jeclaa inaad igala socoto khadka telefoonka waxaad kasoo hadlaysa gobolka Minnesota kusoo dhawaan kulay dalka Mareykanka waa ku dhawahay waa ku jiraa linka way rayigaagu muxuu yahay adigoo barnaamijka la socota rajeynaya rayigaygu wuxuu yahay Seyna maaha Keen waay Keen khadka telefoonka igala socodo mahadsan telefoonka haddaad igala socon weyd isma maqlayna waqti waa kaala socdaa way rayigaagu muxuu yahay rayigayga yarka aniga say maskaxdayda ila tahay waa sax wey waa kan rayigaagu Ismaaciil Cumar Geelle habaneeyo ka wareego baan dhihi lahaa oo mar dambeeto yuusan doorasho soo gelin way sababtoo ay tahay looma baahna dictatornimada East Africa meeshaan loogama baahna haddii ummaddu qaar rabto qaar baan rabinin weligeed iyo alleheedna hadday rabaan intuu madaxnimada hayo 10 sano ma hadday rabaan aan rabin baab hadday rabaan iska jira adduunka meel bay soo ku firdhisan yihiin ummaddu nin wanaagsan waaye waxna waa qabtay laakiin meesha inuu iskaga dhigo oo isagu ma aragta siday meel cabiran u ka dhigo ma aha ha ka wareegaan dhihi lahaa madaxnimo waa soo arkay iyo sadano hadday micno leedahay ummadda reer Jabuuti booskooda ha u baneeyo wixii soo doorasho soo galahaya iyo wixii wax qabsanahaya waxaan dhihi lahaa Ismaaciil Cumar Geel waa wanaagsan yahay sharafna waa leeyahay laakiin ha uga wareego dadka kursigaas u baneeyo ama saasan dhihi lahaa Keen aad baad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa waqtiga aad nasiisay adigoo kasoo hadlaya gobolka Minnesota ee dalkaasi Mareykanka meel aad ka joogtaba aad baan idiin salaamayna dhammaantiin meel kasta dunida naga daawanaysaan barnaamijkani waa barnaamijka kaalinta dadweynaha oo si toosa idinka imanaya studioga dhexe ee Kalsan TV waa barnaamij daily tiran waa barnaamij dhinacna aan jirin waxaa khadka iigu jira Cumar oo kasoo hadlaya dalka Finland Cumar kusoo dhawaan kulay khadka telefoonka wax laga yaabaa inaad tahay qofkii ugu dambeeyay hadii waqtigu inoo saamaxo kusoo dhawaan Cumar khadka telefoonka aad ku jirtaa kusoo dhawaan walaal baa salaamaya dhammaan qadinka TV ga iyo dhammaan shacabka ummadda Soomaaliyeed ee ku sanayo qasab reer Jabuuti intaba way soo dhawaan kulay hayaad muxuu yahay adigu nagu faahfaahin waqtiga aniga fikirkayga wuxuu yahay walaal dabcan waxaan nahay nin qurbaha ku nool haddana si weyn ula socdo dhammaan wadamada geeska Afrika iyo siyaasadeeda dhaban way madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle sida arrinkan aad ka dhawaajisan muddo hadda 12 sano laga joogo ayuu xukunka qabtay waxaa su'aal ah horta markuu asiga xukunka qabanayay Jabuuti maxay ahayd maantase maxay tahay way
Soomaali waxa jiraada nimcada qofka aan haysanin ayaa qaqo way Djibouti aantii aniga Ismaaciil Umar geela ka hor waxa jiraa wadan jira haddana dhaqaale ahaan iyo dad ahaan intaba burbursan way balse oo Ismaaciil Umar geela noqday nin qabbi uu u soo diray marka macallana markeenay xuquuqdu ku dheeraaday iyo uu qaatay laakiin muhiimta wuxuu yahay mas'uulkan dalka haysta ama wasiir ahaada ama madaxweynaha ahaado ama taliye ciidan ha ahaado mas'uulkan oo dhabaxa uu qabtay maxuu bedelay Cumar waa su'aal fiican su'aasha ay weydiisay halka aad baad maasan tahay aad baan kaaga maadnaa qof kale fursad siinaya adigu aad iyo aad baad maasan tahay waa su'aal fiican weeye in la is weydiiyo muxuu qabtay muxuu qaban karaa iyo kaloo ku dari karaa weeye laakiin haddana markaan dhinaca kale ka istaagno aragtida ku wajahan in Ismaaciil Cumar Geele doorasho dambe oo dalkaasi Djibouti ka dhacday uu ahaado ninka u sharaxan oo sida ila badan oo aad uga faallooda xaaladaha siyaasadeed ee guud ahaanba Afrika iyo geeska iyo geeska Afrika iyo dalka Djibouti laftiisaba waxa ay sheegeen in ay adag tahay in mucaaradku ay helaan doorasho si siman ay ula galaan iyadoo xaalado badan oo iska jira oo kalifay in muddada dheer ee dhowr iyo tobanka sanadkii ilaa 1900 sanadkii 1999 uu Ismaaciil Cumar Geele uu noqdo madaxweynaha kaliya ee dalkaasi Djibouti Maxamed Maxamuud ayaan siinayaa fursada oo kasoo hadlaya dalka Imaaraadka Carabta magaalada Dubai Maxamed ku soo dhawow khadka ayad ku jirtaa adigoo khadka telefoonka naga la socda waa maxay raayigaaga adigoo si fiican u dhigaya deelayra soo dhawow kulay waan maasabtahay raayigayga waxa uu yartaa bina waxaan aanu aaminsanahay in madaxweynuhu horta wax badan qabtay taasna la isku mahayso garamays way waayo dadaal fara badan oo xagga dhaqaalaha iyo horumarinta dalka uu sameeyay way haddaba reer Djibouti tahayna ma sheegay adiga maasab reer Djibouti tahay waan jeclaan lahaa inaad tinaad sheegto waa arrinta miisaanba weyelaysaa dooda lafteeda haddaad tiraano reer Djibouti ee waayo soomaalida kale wax badan oo ka khuseeya waa yarihii ba laga yaabaa inkastoo ay saameyn ku leedahay xaaladeeda nabadgelyo oo dee dabcan dal ay jecelyihin inuu deganaado laakiin doorashada iyo cidda la dooranayo waa Djibouti baa khusaysaa way waa run horta wixii meesha ka dhacaya internal ahaan waxay khusaysaa Djibouti dadka laakiin marka laga hadlayo siyaasadda madaxweynuhu horta wax badan ku qabtay oo waxyaabo fara badan xagga dhaqaalaha ku qabtay laakiin daliilna uu leeyahay oo weli dee lama dhihi karay boqolkiiba boqol waxay u dhammaystiray waayo waxaa jira musuqmaasuq yar baa iska jira waxyaabo aduu u baahan in dib dee loo eego oo loo saxa ayaa wanaagsan marka laga hadlayo dhinaca mucaaradka waayo waxay just only markay xataa khudbadeen iyo markaad khudbadooda dhegaysataan waa just waxay aad taageeranayaan qof personal madaxweynuhu waa sidan waa sidan marka qofka mucaaradka ah markuu doonayo inuu wax bedelo waa inuu system u la yimaadaa oo dadka wax kaga iibin karaya suuq ugu helo marka waxa la dhigi karaya mucaaranka kaarintii looga baahnaa mayd waatay aad bay u maasan tahay marka waxaad leedahay fursadda Ismaaciil waxa siinayaa mucaaradka laftooda siinaya fursad baatiri sida hadalkaaga dan soo qaad waayo mucaaradka qofka bini'aadanka markan aanu ku codaynayo waa inaad wax iga gadmaya adigaa waa sida wey aad bay u maasan tahay waan kaaga mahadnaqay adigoo kasoo hadlaya dalka Imaaraadka Carabta barnaamijka uu fiicnaan lahaa inaan sii wadno sii naaqashno oo ka hadalno hase yaatee todobaadkan taasan ku soo koobayaa barnaamijkan oo lagu talagalay inaan ku eegno madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo sheegay in uu ka jawaabay codsi uu sheegay in uga yimid shacabiga Djibouti oo isku soo baxay waa sida uu hadalka u dhigay iyadoo aanay cidi ka dambeynin amba xusbi aanu soo abaabulin in uu doorashada mar kale soo sharxi doono taas oo saadaasheeduna ay tahay in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele noqon doono madaxweynaha dambe ee haddana Djibouti hoggaankeeda sii hayn doona waa sida la saadaalinaya haddii intaasi wax iska bedelaan qaabka ay doorashooyinka u qabtaan iyo hannaanka fursadeed ee u yeela mucaaradkana xalaga inay natiijo kale yeelato intaasi barnaamijka soo koobi doona waxaan aad uga mahadnaqayaa saaxiibkay maxamed aan cadaawe oo farsamada inoo hayay idinka oo isku dayay inaad khadka telefoonka idin soo galo oo idin soo geli kara waynoo ka xumahay hase haatee barnaamij kale ayaynu toddobaadka dambe isaga iman doonaa saacadda geeska afrika marka ay tahay lixda talandana waa saddexda galabnimo inta ka horeysana waxaad leenahay sidaas iyo nabadda iyo naxariista iyo be korkiina ahaato meel aad joogtaanba nabadgelyo